هلا 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 هذوكم بلاستيك ها من اختراع الفرزيت بارك الله عليك. عندهم تو قديش من عام؟ سبعة وثمانين. وعليش استعملتهم بلاستيك فرزيت؟ لأنه القصب يغص كي نبدأ أكثر من خمسة خمسة قب يغص. أيواش عملت هذا باش ما يغصش باش النوتة تبدأ صحيحة نتاع المزود. تو برشا أخرين ما ينجموش يعصفوا عليه؟ لا ما ينجموش. الشيخ الخبيري معناها عز أستاذنا تبارك الله هاي هاو حي موجود تنجموا تسألوا. اي مين اشي؟ الاغاني قال لي السلوم نجمش نصبه بسبعة قال لي التكنيك دو جو ما عنديش صب وحدك صبيته وحدي. يا اخوي تبارك الله عليك يعطيك الصحة.